اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح. في وقت البرد الشديد وعند نزول الأمطار الشديدة وقد حان وقت الصلاة ونحن في البر، إذا عجزنا يا شيخ عن الاغتسال بالماء والوضوء، هل لنا أن نتيمم إذا لم نجد ما نسخن به الماء؟ إذا لم تجدوا ما تسخنون به الماء والبرد شديد وتخشون على أنفسكم من استعمال الماء فلا بأس أن تتيمموا، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه فعل ذلك لما خشي على نفسه من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل وهو القائد فيها، وقد احتلم في الليل وكان الوقت باردا وليس عندهم ما يسخنون به الماء، فتيمم وصلى، ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت بقومك وأنت جنب؟ قال: نعم، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، أقره على ذلك.